أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. وبعد، مشاهدي ومشاهدات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي من جديد على هذه المائدة الإيمانية الربانية القرآنية النورانية الرحمانية التي تسمى جولات الألباب في معاني الكتاب. وقبل أن نتجول مع صورة الواقعة، لا بد من الاستماع إلى قراءتها بأصوات بناتنا أكرمهن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنبال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطلوبين
مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا
الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة المرتلة المباركة من هذه الصورة، لا بد أن نربط السابق باللاحق. وكنا في الحصة الماضية توقفنا مع قول ربنا عز وجل متقابلين، هذا التقابل الذي يرمز إلى كثير من الفوائد، لأنه هو النهاية في الفرح والسرور. فإذا تقابل الناس تقابلوا بالقلوب، لأن القلوب هي المخاطبة، أما الأشباح فتبقى أشباحا، لكن العبرة بالقلوب. فإذا صفت القلوب طهرت الأجسام وارتاحت ورغبت في التقرب إلى مرضاة الملك العلام، لأنها آخذة لأفعالها مما سكن فيها ألا وهي القلوب. فهذه الصورة تخاطب القلب، تخاطب القلب ليدرك علوما ربانية يصل إليها بتأمله وتفكره، فيحتاج إلى خدمة خالقه الذي صوره ورزقه وأنشأه في هذا الكوكب الأرض مقابلا لجنس آخر، وهو جنس الملائكة في السماء على سرر متقابلين. ولتمام النعمة وكمالها يكرمون بخدم في سن واحدة لا ينتقلون منها، يطوف عليهم ولدان مخلدون، لهم سن لا ينتقلون منها بل هم مخلدون في سن واحدة خدمة لهؤلاء الذين خدموا الرحمن، خدموه في الدنيا فأعطاهم خدما في الآخرة، يطوفون عليهم بما سيذكر بما سيقرأ، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق من وكأس من معين، بأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بل إذا شربوا هذه الكأس ازدادوا فرحا وسرورا برحمة ربهم الرحيم الكريم الذي رحمهم وأكرمهم وجعلهم أهلا لهذه المنزلة العالية الرفيعة التي هي برحمة الله، لا يملك الإنسان أي ثمن لها، ولكن عندما يستجيب لنداء ربه فإن الله جل وعلا يكرمه بفضله ورحمته بهذه الكرامة المذكورة. فجعل هذه الكأس خالية من جميع ما يكون في الكأس التي يشربها أهل الدنيا، فإنها تسرع بفساد عقولهم وأموالهم وأخلاقهم وتشتيت أرزاقهم، لكن هذه المذكورة في هذا النعيم جمعت كل خير، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بل يزدادون بها تقابلا ومسرة وفرحا، لأن الله جعلهم من أهل هذه الأسرار، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الإنسان إذا كان في تنعمه لا بد أن يتفكه، يحتاج إلى التفكه، فقال
وفاكهة مما يتخيرون، لا تكون إلا إذا تخيروها وقالوا نريد النوع الفلاني، لا يوضع لهم كمهيأ ولكن يطلبونه هم، وفاكهة مما يتخيرون. يتخيرون أصناف الفواكه عديدة وكثيرة جدا، لهذا قال وفاكهة، هذا جمع كثرة. مما يتخيرون أم مما يتخيرونه من الألوان والأصناف، فهو موجود ومهيأ، كلما طلبوه جاءهم، لا ينهضون إليه ولا يبذلون أي مجهود في تناوله، بل كلما تخيروا فاكهة أو ما يذكر مع الفاكهة إلا قالوا هذا اللفظ، سبحانك اللهم سبحانك اللهم. عندما يحتاج المؤمن إلى أي فاكهة أو إلى أي شيء من متاع الجنة، فإن الدعاء موصوف بالقرآن بهذه الكلمة سبحانك اللهم. وعندما تأتي الفاكهة تأتي الملائكة تبشرهم وتسلم عليهم، فإذا قضى نهمته قال الحمد لله رب العالمين، يقوم الطائر من على المائدة كما كان كأنه لم يأكل منه، ويرجع قطف العنب إلى الشجرة كما كان كأنه لم يأكل منه، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية قريبة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. ولحم طير، كلمة طير اسم جنس كل ما يطير بين السماء والأرض، يختارون يتخيرون أي نوع من الطير يشتاقون إليه، ينزل مشوي بعد أن كان طائرا بين السماء والأرض، فعندما يتخيرونه يكون على المائدة بين أيديهم. ولحم طير مما يشتهون، انظروا الفاكهة تخير والطير شهية، شوفوا ألفاظ تربي يتعلم الإنسان منها حتى كيف يتكلم من هذه الصورة، لأن الإنسان كلما رجع إليها أفادته فوائد لم يسبق أن عرفها من قبل. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور، هذا جمع كما سبق ونشرنا إليه جمع حوراء تجمع على حور، عين جمع عيناء أي واسعة العيون، ما وصفهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون يعني المصون الذي لا يطلع عليه إلا صاحبه، مهيأ ومخزون لأهله لأهله، جزاء بما كانوا يعملون، ما عهدوه في حياتهم الدنيا من الضجيج والصخب في المدن والقرى والأسواق والاجتماعات. هذا الجمع التقابلي لأنه جمع محبة ومودة، ليس فيه صخب ولا لغط، وإنما هو سرور وفرح واعتراف وامتنان من الله. إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا السلام، لأن الملائكة يأتون إلى هؤلاء الذين دخلوا الجنة
وأكرمهم الله وأنقذهم من النار يؤدون لهم تحية وإجلالا: سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم الذي داومتم عليه وقاومتم الشهوات وقاومتم الشيطان وقاومتم المعاصي وألزمتم أنفسكم طاعة خالقكم ورازقكم، فها هو خالقكم ورازقكم يمدكم بهذه الرحمة الواسعة التي لا نفاد لها، وهذه النعم المتنوعة التي لا يقدر أحد على خلقها، فإن الله أكرمكم بها وأنتم أهل لها، لأنكم صبرتم على أذى الناس وعلى تحمل التكاليف الشرعية وعلى المشقات في الطهارة بالماء البارد وفي القيام في الليالي الباردة وفي الصوم في النهار الطويل الحار، فهذا كله تأتي الملائكة وتحيي من دخل الجنة وتقول له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. هذه الكلمة، كلمة في سدر، هذه من النعم التي جاءت على سبيل المقابلة. ذكر الله سدرة المنتهى، وهي في علم الغيب سدرة المنتهى، وجعلها ضيافة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة التي اتبعت هذا النبي الذي أضيف تحت ظل هذه السدرة، كلمة سدرة سمعناها، ولكن ما عرفنا قدرها لا في الطول ولا في العرض، وإنما سمعنا الهيئة التي أحيطت بها هذه السدرة. لما قال إيد يغشى السدرة، ما يغشى من الأنوار المهيئة استقبالا واحتفالا واحتفاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك في حق السعداء من أمته، حتى يكونوا دائما مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاءت كلمة في سدرين، لأن الله جل وعلا لما عرج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الأشياء التي أريت له وبشر بها وعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة، رأى ما رأى، فرأى الجنة كما هي، ورأى النار كما هي، ورأى سكان الجنة كما هم، ورأى سكان النار كما هم في جزء بسيط من الليل. وهذا يربي اليقين في سامع الصور القرآنية والأحاديث النبوية التي تخبر عن هذه الرحلة المحمدية. ها هم عندما وصلوا بإيمانهم وتصديقهم لمن كان ضيفا تحت هذه السدرة، كانوا من جملة من أكرموا بها، تقدمها على الطلح وعلى هذا. قال في سدرين مخضود، لا شوك فيه، ليس الاسم كالاسم، ولكن عندما نزع منها الشوك أصبحت شجرة أخرى. النبق كالنبق، ولكن ليس في القدر، بل هو أكبر بكثير، والحلاوة أعدب بكثير، واللون
بكثير، لكن هو في سدرين. هذا كرم من الله جل وعلا لمن آمن وصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سدر مخضوض لا شوك فيه. ووجه المقابلة حتى ذكرت فإنها اختيرت لرسول الله من بين سائر الأشجار. هناك من هو أطول من السدر، ولكن ما ذكر في الإكرام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سدر مخضود وطلح منضود. أكرمنا الله جميعا بهذه الرحمة وبهذا النعيم المقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.